لما تكون درجة الحرارة صفر ولما تكون عندنا سالب خمسة؟ لا أكيد السالب خمسة أبرد. طب ليش؟ إنه درجة الحرارة أقل، فالسالب خمسة عندي أقل من السالب أربعة. فهاي هون هاي عبارة عن سالب أربعة تقريبا، يعني ممكن نحكي سالب أربعة أو مش حتى سالب أربعة، ممكن نحكي سالب أربعة بوينت ثمانية زي هيك يعني قليلة. المهم إنه الخمسة وعشرين فهرنهايت هاي أكبر من الخمسة سيليسيوس، والأكل مكتوب عليه يحفظ في درجة حرارة أقل من خمسة سيليسيوس. فباجي أشوف الخمسة عشر هي عبارة عن تقريبا هون بتكون يعني ممكن عشرة أو نحكي تسعة بوينت تسعة سالب طبعا، أو تسعة بوينت ثمانية سالب، فأقل هاي من سالب خمسة. فمعناته عند أي غرفة، الغرفة اللي عليها 15 فهرنهايت. تمام؟ يلا نيجي على السؤال اللي بعده. بيحكي لي يضبط أحمد درجة حرارة مكيف الهواء في غرفته على 70 فهرنهايت. ها 70 فهرنهايت. بيحكي وين 70 فهرنهايت؟ 70 فهرنهايت هي هون تقريبا. تمام؟ بيحكي لي لأنه يعتقد أنها تساوي 20 سلسيوس تقريبا. ها هي تقريبا بتساوي 20. بيحكي لي فهل هذا اعتقاد صحيح أم لا؟ صح ولا غلط؟ باجي بشوف إنه 68 هي عبارة عن 20. فالسبعين مش فرق كثير عنها. فتقريبا هو حكى لها هي تقريبا، فتقريبا بتساوي العشرين، يعني هي ممكن تكون 19 بوينت هيك، يعني 19 فاصل مثلا 95 كمثال ممكن تقريبا، بس هيك بنحسبها. بس هاي تقريبا بتساوي العشرين. فهاي فهذا حكيه صح ولا غلط؟ لا حكيه صحيح، لانه تقريبا بتساوي لي 20 سلسيوس.